التشغيل وإدماج الشباب في سوق الشغل للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الاشتراك. فليتفضل أحد واضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أذكركم بأن كنا وحدة الموضوع مع السؤال الأول، لكن نعطيه فرصة إضافية للسيد الوزير باش يكمل الجواب ديالو. السيد الوزير، رغم المجهودات المبذولة على مختلف المستويات والبرامج المعتمدة، يظل ملف التشغيل خاصة بالنسبة للشباب مطروحا بقوة، مشكلا أحد التحديات الأساسية أمام بلادنا اليوم وغدا. ووعيا بذلك، أعطيت الأولوية في وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال 2009-2010 لإنعاش الشغل، وذلك بالأساس عن طريق عدد من البرامج، نذكر منها برنامج إدماج وتأهيل ومقاولات. وواصلت الوزارة والأطراف المختلفة المعنية بتدبير هذا الملف وتنفيذ برنامج مساعدة الشباب على الإدماج في الحياة العملية بتركيز الجهود المبذولة بالخصوص على مزاولة 6 مهن عالمية بالمغرب، هي ترحيل الخدمات وصناعة السيارات وإجزاء الطائرات والإلكترونيك والنسيج والجلد والمواد الغذائية والفلاحية. كما أعلنتم في تقديمكم للميزانية الفرعية برسم 2011 عن تعزيز قدرات قطاع التشغيل في مجال تتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إنجاز دراسات وبحوث حول حركية اليد العاملة في القطاع الخاص وتطوير العمليات الأساسية لبرامج مقاولة وإدماج وتأهيل. السيد الوزير، نسائلكم أولاً، ما هي الحصيلة الأولية الأساسية لعمل الوزارة في مجال إنعاش التشغيل عامة وتوفير فرص الشغل للشباب خاصة؟ ثانياً، وما هي الخلاصات الدراسات والبحوث التي أنجزتها المصالح التابعة لوزارتكم حول وضعية الشغل وحركة اليد العاملة وسوق الشغل وآفاقه؟ وآخراً، ما هو محتوى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً بشأن فرص الشغل في مجموعة من القطاعات؟ وشكراً سيد الرئيس. شكراً للنائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير. شكراً للسيد نائب المحترم والفريق الاشتراكي على ترحيل هذا السؤال وبتركيز. بطبيعة الحال كانت المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل هي التي نقوم نحن بتدبيرها، نحن لا نخلق فرص الشغل في وزارة التشغيل، نحن نحفز على خلق فرص شغل إضافية. هنا يجب بكل وضوح تأكيد أن المغرب اليوم ما بين سنة 2011-2016 حسب الدراسات اللي قمنا بها سيتضاعف عدد الشباب الوارد على سوق الشغل مرتين، مما سيؤثر طبيعة الحال إيجابياً أن عندك قوة عاملة، ولكن سلبياً على سوق الشغل إذا بقيت وتيرة سوق الشغل بالمغرب في نفس الوتيرة. هذا كيقتضي تحفيز الاستثمار أكثر، تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، تحسين مناخ ديال المقاولة، وكذلك تحسين الجانب اللي بغينا نقولوا ديال جودة التكوين وربط التكوين بالحاجيات الحقيقية لسوق الشغل. فهذا المجال، المجالات اللي ذكرته السيد النائب، قمنا بإصلاحات. كان عندنا مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني، يمكن نقول أن 80% ديال المؤسسات والمراكز الجديدة التي يتم تدبيرها في شراكة مع القطاع الخاص مع الدولة اليوم يعني كتعطي نتائج إيجابية بالنسبة للقطاعات الصاعدة اللي ذكرتي. طبيعة الحال هنا دخلنا خصنا نفكروا بالنسبة للسنوات القادمة كيف الوصول إلى التحفيز أكثر. جوج إجراءات هي اللي ذكرت في الجواب الأول اللي أعلنا عليها والتي تكلف واحد 2 مليار ديال الدرهم، كانت توقع منها تعطي وتيرة. المؤشرات الأولية اللي عندنا هناك إقبال ديال المقاولات بالخصوص على برنامج الاندماج المهني اللي كيستهدف حاملي الإجازات على وجه الخصوص، ولتحسين كذلك صورة المقاولة لدى هؤلاء الشباب، لأن كاين عندنا بكل موضوعية العديد من المقاولات ما كتحترمش قانون الشغل، ما كتحترمش المقتضيات ديال العمل اللائق، ما كيؤدي أن العديد من الشباب كتنفر من العمل بالقطاع الخاص. وهذا هو الجهد اللي قمنا به مع الاتحاد العام مقاولات المغرب من أجل إعطاء صورة جديدة للمقاولة. الجانب الثاني، قمنا بدراسات. اليوم واحد مجموعة المبادرات ديال إنعاش التشغيل سترتبط بالحكامة الترابية،
لا يمكن عدم انخراط الجماعات المحلية والجهات في مسلسل خلق الفضاء والمناخ الملائم للاستثمار بالجهات. الشغل لن يكون قرارا بالرباط إلى ما اندمجت فيه كل بغينا نقولوا هذه الحكمة الترابية. كذلك هناك ما نسميه واحد عدم التوازن. قلت الدراسات اليوم كانت تفرق على دراسات، درنا دراسات أول مرة بتاريخ المغرب ديال 16 دراسة جهوية، وعندنا بالضبط شنو هما القطاعات اللي محتاجة الموارد البشرية. يمكن نقول عندنا واحد الرقم ديال 153. شكرا. شكرا للسيد الوزير المحترم. كلمة للسيد النائب المحترم. وزير عن جوابكم، إلا أنه مثلا في برنامج مقاولتي إلا كانوا الشركات ما يمكنش لها تمتص هذا العدد الهائل ديال طالبي الشغل، خصنا نشجعوا المقاولات، لأنه عندنا شباب اللي هو مؤهل وعنده يعني عنده شواهد مهمة اللي باغي يخلق مقاولات. لكن علاش فشلنا في هذه مقاولتي؟ فشلنا بعد ما كنا حاطين 30,000 مقاولة رجعنا ل 3,000 مقاولة. المشكل هو مشكل تمويل. هذا التمويل خص الأبناء يفهموا بأن هذه ماشي مسألة ربح، هذه مسألة شباب، هذه مسألة مغاربة عندهم شواهد وما يمكنش لهم يخدموا إلا لما خلقوا مقاولات ديالهم. ثاني السيد الوزير، أين هي المواكبة ديالكم والمصاحبة ديالكم لهذه المقاولات الصغرى؟ على الأقل خصكم معها سنة لسنتين باش يكونوا المناعة ديالهم. وشكرا سيد رئيس. شكرا للنائب المحترم.